النهارده يوم جديد وفعاليات جديده في مهرجان الجونه، ودايما مهرجان الجونه كل يوم بتحس ان ده يوم الافتتاح، ده ريد كاربت، ده الناس موجودين في نفس المكان بتاع الافتتاح، بيعملوا لكل فيلم افتتاح جديد. احنا النهارده الفيلم المغربي كازابلانكا، ويمكن انا ما قابلتش حبيبتي هالة صدقي امبارح، بس عايزه اطمنكم عليها الاول لانها وقعت وقعه جامده. الحمد لله زي الفل. الميزه فيكو انت ولبلبه ان انتوا رياضيين، انت بتعومي وهي بتلعب رياضه وباليه وكده، فواخدين على الوقعات يعني. واخدين تعرفوا تاكلوا الوقع. لا بس هو في وقعات يا بوسي ساعات بيبقى اثرها بعد كده قدام، بتبان بعد كده، تعمل رشح بقى وميه وحاجات طبعاً. بس هنا في دكاتره وزاره الصحه موفره كل لا لا حاجة. رحت النهارده مستشفى الصبح لقيتها زي الفل، والدكاتره جمال، وكان يوم جمعه وبجد كنت مبسوطه وسعيده بالمستشفى ومستواها جد. طب الحمد لله يعني نطمن عليكي. لا الحمد لله. واصريتي النهارده ان انت تكوني موجوده مع اهل المغرب أكيد. فيلم كازابلانكا، ويمكن الفيلم ده واخد جوائز في مهرجانات دوليه، واصريتي ان انت تدعمي السينما المغربيه. هو يعني عموما احنا بنيجي المهرجان بتبقى فرصه كويسه قوي ان احنا نيجي نشوف الافلام اللي ما بنقدرش نشوفها، في هنشوفها فين يعني، صعب ان احنا نلاقيها، وخصوصا لو افلام جديده. وفعلا المهرجان هنا بيقدم مستوى جيد جدا يعني، بينقوا نوعيه افلام مختلفه مش سهل نلاقيها. وزي السنه اللي فاتت احنا مثلا الفيلم الفلسطيني حصل على اغلب الجوائز السنه اللي فاتت، احنا ده ما كانش متوقع لانه فلسطين مش يعني السينما عندها مش ممكن للظروف السياسيه والاقتصاديه، وممكن يبقى نقول ايه ما عندهمش سينما على مستوى عالي، لا طلع عندهم سينما مستوى عالي جدا وافلام، وهي تقريبا اللي اخذت كل الجوائز السنه اللي فاتت. فانت في المهرجان ما بتتوقعيش ايه اللي ممكن يفوز. فعشان كده يعني هو ميزه المهرجان انت بتشوفي افلام ما تقدريش تشوفيها في اي حته تانية، وان انت تتعرفي على نوعيات اخرى، وخصوصا ان انت خلاص بقى هتبقي عالميه وراح تعملي فيلم في باريس، فيا لازم برضه تعرفي زمايلك اللي طبعاً. في باريس يعني تتعرفي على اصدقائك الفرنساويين. فكلميني على الاخبار اللي موجوده دلوقتي على الساحه. انك بطله خالد يوسف بشخصيه، هم ثلاث شخصيات بيتقابلوا في السجن صح؟ انت واحده منهم ان شاء الله. انت ايه بقى، المصريه ولا المغربيه ولا الانجليزيه؟ انا لسه ما قريتش، لسه ما قريتش، لكن هو ترشيح، لكن لسه ما فيش حاجه جاده لغايه دلوقتي. يعني ان شاء الله يكون، بس هو ان شاء الله المفروض ان احنا التصوير على اول يناير باذن الله. بس لسه الكتابة بتتظبط فيها حاجات إن شاء الله. يعني إحنا شايفين إن الاتجاه اللي جاي كله الاهتمام بالسينما زي ما كان السنين اللي فاتت الاهتمام بالدراما، وده اللي إحنا محتاجينه، لأن أنت لو هتشوفي هنا إن ما فيش غير فيلم مصري واحد اللي بيشارك لخالد النبوي، فكنا حابين إن يبقى فيه أفلام أكتر. فيعني إن شاء الله كده تعملوا لنا أفلام حلوة وتشاركي السنة الجاية في جونة بفيلم يعني. أتمنى أتمنى أتمنى. صدقيني يا بوسي أنا بقالي سنة ونص ما بشتغلش، وبيتعرض عليا وبيتعرض عليا كتير، لكن أنا نفسيا مش، واكيد ده شغلي طبعا، لكن انا نفسيا باجي واقول ايه لا بالي بقى، وعشان تبقي متواجده، بس باجي على اخر لحظه بقول لا مش قادره. فبجد لاني انا بحترم جمهوري وبحترم تاريخي، ويعني حتى لو ما لقيتش بس انا محتاجه ان انا لازم احافظ على التاريخ اللي انا عملته باي شكل يعني. طبعا ده مهم جدا، وانا كمان عارفه انك اعتذرت على المسرح، ويمكن هالة انت بقالك اكتر من ايه 15 سنه ما عملتيش مسرح. كان اخر حاجه 727 مع العظيم محمود عبد العزيز، ويعني مع نجم زي محمود عبد العزيز اكيد مش هقدر انزل اقل من كده. طبعا يعني بتمنى ان انت تلاقي مسرحيه حلوه، لان برضو في اتجاه للمسرح دلوقتي التطوير ليه، وانه يبقى على اعلى مستوى زي السينما والتلفزيون. وقبل ما ندخل على الفيلم المغربي، اكتر حاجه لفتت نظرك في الافتتاح وشدتك ايه؟ لا اكتر حاجه كنت فخوره وسعيده بيها العمال المصريين.
بجد حاجة تفرح وحاجة تفتخري بيها. وأنا بقول ده دعاية إلهية جت لشركة أوراسكوم وجت لعائلة ساويرس وجت لمهرجان الجونة إن العمال المصريين إن هم يبقى في إصرار عندهم إن المسرح في الوقت يبقى كامل التجهيزات ومفوش صورة مقززة أو حاجة قدام العالم وقدام ضيوفنا. بجد إنجاز وبجد ألف تحية ليهم. يعني بجد رب درة النافعة، وإحنا بنبعت تحية لعمال أوراسكوم اللي قدروا ينقذوا الموقف. تخيلي العدد اللي جه وضيوف دي كلها، لو ما كانوش قدروا كان هيبقى منظرنا إيه مع طبعًا الناس دي. طبعًا. الحمد لله. الحمد أعتقد لله. خلاص الفيلم هيبدأ. فهسيبك معاهم وإن شاء الله أعرف رأيك بعد الفيلم. إن شاء الله. منورة. ميرسي.